الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد في الأولى ولك الحمد في الآخرة. اللهم إنك تعلم بأن لنا إخوة على وجه البسيطة وخاصة في ماليزيا، أعانونا بما استطاعوا فأعنهم يا أرحم الراحمين عند وصول البلاء، بأهل سوريا والذي انتشر عندهم مرض الكورونا يا الله. اللهم وأصبحوا في شدة وخوف وبلاء، أنت من يدفع الضراء وأنت من يزيل الوباء. اللهم أبد الخوف المسلمين السنة وخاصة في ماليزيا أمنا. اللهم أبد الخوف المسلمين أهل السنة وخاصة في ماليزيا أمنا. اللهم أبد الخوف المسلمين السنة وخاصة في ماليزيا أمنا. يا الله يا الله. اللهم أبد الضراء أهل ماليزيا سرا. اللهم أبد الشدة أهل ماليزيا رخاء. اللهم احرسهم بعين عنايتك التي لا تنام. آمين. اللهم يا أرحم الراحمين أحرسهم.